رافي بوغوس يأخذنا في جولة هوليوودية، وبالذات في ممر النجوم الذي وضعت فيه لحد الآن 2500 نجمة تمثل المشاهير في كل المجالات، منتجين، مخرجين وممثلين. تجربة جديرة بالاكتشاف. إلى هناك. هوليوود مكان يخبئ لكم مغامرة تختصر عمرا من التجارب ورحلة أقرب إلى الخيال، وليس غريبا أن تكون قبلة أنظار المشاهير من حول العالم الذين اختاروها موطنا لهم. وفي المكان ما يكفي من مواقع الجذب التي تلبي رغبة وتطلعات الملايين. وإن كنتم في زيارة إلى هناك، ما عليكم إلا أن تتابعونا، لأننا سنكون دليلكم في رحلة حول هوليوود، المكان الأكثر جذبا ليس فقط في المدينة وإنما حول العالم. في ممر المشاهير ذا ووك أوف فيم تختبرون النجومية، وقد زاروا حتى اليوم ما يقارب 2500 نجم من مختلف المجالات في الإخراج والإنتاج والتمثيل والتقديم، حيث دشنوا نجوما تكرم مسيرتهم الفنية الطويلة، وهذه العادة انطلقت العام 1959. ولمعلوماتكم، ليس صحيحا ما يشاع عن أن نجمة الممثلة والمنتجة الأمريكية جوان وودورد كانت الأولى في الشارع، إذ لدى تدشينه تم وضع ما يقارب 1500 نجمة دفعة واحدة لتكريم أسماء لامعة كانت من بينها نجمة جوان. وما قد لا تعرفونه هو أن نجمة الملاكم السابق محمد علي كلاي هي الوحيدة التي لم توضع أرضا، بل على حائط الكوداك ثياتر احتراما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل مغادرة ممر المشاهير، بإمكانكم عبر تقنية متاحة أن تحصلوا على صورة لكم أمام نجمة تحمل اسمكم مقابل مبلغ بسيط. الفكرة خطرت ببالنا حين رأينا أن جميع النجوم يحصلون على نجمة خاصة بهم، وما أردنا هو أن نزود أفراد المجتمع والسياح بالأمر عينه. لذا نأخذ صورتكم بثلاث وضعيات مختلفة، ونأتي إلى هنا حيث تختارون الصورة المفضلة لديكم، وبعدها أستعين بتقنية الفوتوشوب بحيث يظهر وكأن لديكم نجمة حقيقية كأي نجم هنا. والآن إلى متحف الشمع في هوليوود الذي يجتذب الآلاف السياح سنويا، ذلك أن كثرا يتمنون التقاط الصور مع المشاهير، ولأنهم نادرا ما يحظون بهذه الفرصة، فإن تماثيل الشمع الخاصة بالنجوم تعوض عليهم الفرصة المفقودة. حين تذهب إلى هوليوود قد ترغب بمقابلة كبار النجوم مثل جوني ديب وتوم كروز، لكنك للأسف سوف لن تجدهم، فهم يأتون فقط حين يفتتحون أفلامهم في العرض الأول كنوع من الترويج. لذا أنت ستسأل كيف بإمكانك الحصول على صورة مع نجمك المفضل. الحل أن تذهب إلى متحف مدام تيسو، حيث لديهم النسخ الأفضل من تماثيل المشاهير، لأنهم يعتمدون في نحتها المواصفات الحقيقية للنجوم من تعابير الوجه والطول الحقيقي. ومن الطريف أن توم كروز لم يقبل أن يصنعوا له تمثالا لأن طوله لا يتعدى الخمسة أقدام ونصف، ولم يشاء أن يعرف الناس بأنه قصير. جميع من زاروا اليونيفرسال ستوديوز وصفوا التجربة بأنها دخول إلى قلب أحد الأفلام الأكثر صخبا وحركة، بحيث يعيد المكان إحياء الأحداث والشخصيات بشكل قريب من واقع الشاشة. هناك فقط دون أي مكان في العالم تلتقون بقراصنة يطلقون النار على بعضهم البعض، وتمطر الدنيا عليكم فجأة كما يثور بركان، وتواجهون قطاع الطرق في تجارب لا تنتهي. والأجمل أن القائمين على المكان يقدمون مغامرات متجددة تتبدل مع الأيام. وفي متحف جينيس للأرقام القياسية الذي افتتح العام 1991، ينتقل الكتاب الشهير من الورق إلى أرض الواقع. هناك تقيسون أوزانكم مقارنة بالرجل الأضخم على وجه الأرض، وتحاولون أن تكسروا الرقم القياسي لصاحب أطول قفزة في التاريخ، فتشعرون بالمتعة وتصبحون على يقين من أن الأرقام القياسية أكثر من مجرد رقم بكثير، إنما إنجاز يتطلب نعمة أولا وقدرة على التفوق. لديهم هنا تماثيل وغرفا تعرض فيها الفيديوهات عوضا عن الصفحات التي نقرأها في الكتاب.
هذا جميل لأنك تتمكن من التقاط الصور ورؤية ارتفاع قامة أطول رجل في العالم ومقارنة طولك معه. والأهم، لا تغيب عن هوليوود دون أن تحتفظ بصورة تاريخية أمام يافطة هوليوود العملاقة التي رفعت العام 1970 وهي اليافطة الأكثر تصويرا في العالم. أتيت خصيصا من اليابان لأرى يافطة هوليوود هذه، لأنني في كل مرة كنت أرى هذه اليافطة في الأفلام، والحمد لله أن حلمي تحقق اليوم. ونبقى في هوليوود التي يعكس اسمها بريق الأضواء وسخط الموسيقى، وهذه المرة نذهب معا إلى مسرح هوليوود أند هايلاند سنتر الذي يستضيف على مدار أيام الأسبوع عروضا موسيقية وفنية ضخمة، وذلك منذ افتتاحه العام 2001. كما يستضيف سنويا جوائز الأكاديمية أو الأوسكارز. وإن لم تكونوا من هواة المسارح، فالمكان يعج بالمطاعم والمتاجر الخاصة بأهم الماركات العالمية، لذا احرصوا أن يكون لديكم متسع من الوقت للتسوق والاسترخاء. وفي الفناء الخارجي للمكان ترتفع بوابة ضخمة تحيط بها تماثيل للفيلة مستوحاة من أحد مشاهد الفيلم الصامت إنتلرنس الذي صدر العام 1916 التي استوحيت من الحضارة البابلية. ومن الجولات التي ننصحكم بها هي تلك التي تنظمها عدة شركات لساعتين من الزمن أمام منازل أهم مشاهير هوليوود مقابل $40 فقط. فمن يعلم، قد تلتقون بجينيفر أنستون، جينيفر لوبيز، توم كروز وهم يتجولون في حديقة منازلهم. أخيرا وليس آخرا، زوروا التشاينيز ثياتر الذي يحتفل بحضارة البلاد الخاصة بالفن السابع، وقد استقبل على مدار أكثر من 100 عام أهم النجوم من حول العالم، آخرهم جاكي شان الذي طبع أثار يديه وقدميه في الإسمنت تخليدا لذكرى مروره في المكان وتكريما لتاريخه في السينما، وهذا تقليد اتبع مع عشرات المشاهير الآخرين.